سامحني يا ولدي، وقفتك ورا البيت، تدري الحريم داهشين طالعين، وانت ما قصرت. عسى عمرك طويل ان شاء الله، وهم اهلك ما قصروا بعد، صبح وعصر عندنا. هذا الواجب خالتي، بعدين انت ما تدري انا ايش كثر حزين وتاثرت، حسيت اني فقدت ابوي الثاني. وهو بعد كان يمدحك، كان يقول انك رفيجة الوحيد. خالتي ولي عافيك، انا ما اقدر اقول لك اعتبريني مثل ولدك، بس شوفي انا رقبتي سداده، وقت اللي تبوني باي شيء انا حاضر، من هذا للابره على ما يقولون. بيض الله وجهك يا ولدي، بيض الله وجهك، ما قصرت، وقفت في عزاء كأنك واحد من عياله. عسى عمرك طويل ان شاء الله، وانت بعد يمه لا تقطعنا. قلت إنه هو كان وايد متأثر وتعبان لما درينا سالفة الطلاق. عايشة إيش فيك؟ لو كان بتمسك فيها كان ما طلقها. تقولين كان يعني أنا ما راح أشوفه مرة ثانية، كان يعني أنا ما راح أقول ليوم وما راح أشم ريحته. لا تقولين كان. أنا عمري ما حسيت إنه قريب مني، أو إنه يحبني، أو إنه أنا أحبه. لكن قلت يمكن هالياهل لما ينولد يقربنا من بعض. مسكين هالياهل راح ينولد بدون يد ولا يده. وين أمي؟ علمي علمك، بس راشد يقول أنها تدري. تروحين وتردين نفس الموضوع، شلون تدري؟ أمي جهازها مغلق صار ليومين. إيه بس هي شافت أبوي لما ركب الإسعاف. يعني أي واحد يركب الإسعاف خلاص حياته تنتهي؟ يمكن عبالها وهو بخير، وبعدين حتى لو دارت أتي تاخذ عذاب أي صفة، المرة مطلقة. بس هي أمنا وهو أبونا. أبونا راح خلاص ارتاح. المهم الحين سمعي شنو بقول لك. اللي بتقولينه مو مهم، قولي بعدين. لازم اطلع جاب الحريم برا فشله. أبوهم أنا يتركون الفوضى على راسي، أنا قاعدة أنظف.
حتى الخدامة الوحيدة أخذوها، الله ياخذ روحهم إن شاء الله، وزعوا الورث من بعد الوقت. والخدامة صارت من ضمن الورثة الحين؟ ولا حتفكر فيني، في النهار محبوسة ما أقدر أنزل عزا الريايل، وفي الليل أروح فوق وأنزل تحت أقعد أنظف فوضتهم. وانتي انت حتى ما سألتي فيني ولا يتي واسيتيني، كلها طايحت لي هناك؟ هناك عزا الحريم، انتي بعد لازم تتواجدين هناك. أنا ما أحب النفاق والعيارة، الحزن بالقلب مو في المكان. انتي لعن العيارة، شو الخرابيط؟ جواهر عيب، هذا واجب، لا تخلين أحد ينتقدك. ما يهموني، اللي لحق عندي ياخذه، اللي ما فكر واحد فيهم يطرش لي لقمة ويسأل عني، ما يقول هذه مسكينة حزينة خلي نقوم بالواجب وياها. الصواني ما توقف غدا وعشا، ما أعرف منو اللي طرش منو اللي ما طرش، وشي يبونه من هني وشي يودونه من هناك. يلا لا، وصاحبة الجلالة أم ارتخوج واقفة والتكيرم وتوزع على اللي تعرفه واللي ما تعرفه، وكل شوي واتصلت بحفظ النعمة. يعني ما يعرفون يتركون لي صينية؟ ما يدرون إن في روح في هالبيت؟ هالروح لازم تروح مكان الأرواح. قلت لك أنا ما أحب النفاق، وما دام ريلك خذت هناك على الروحة واليية، يا ريت تقولي لهم إن بيتي مو بسبيل حق اللي رايح واللي جاي. أقول يوم بيت، ترى باكر آخر يوم عزة، بعد ما تبينا نفتح للناس اللي يترحمون على أبونا يبون الأجر. بيتك أوسع، ليش ما تفتحينه لهم؟ إلا أقول رايلك وينه؟ ما شفنايا ولا حتى شفنا يا بلديايا مشوية، ولا هو مو بنسيب ولا يا بلاجر. كان يعني أنا ما رح أقدر أشوفه، كان يعني أنا ما رح أقدر أقعد معه. قبل لا يتوفى قال لي عموج أبي زاوية بالحديقة عشان أحط فيها طماط وخضرة وجرجير، قال أبي أحط طاولة وأحط كراسي عشان نقعد كلنا نسولف مع بعض، قال أبي أقعد على هالكرسي أطالع نعمة رب العالمين. بس الحين قال وأدري إني يصير كذي، كان كل دقيقة أنا عايشة فيها بحياتي راح تلميت راح تحطيت على راسي، وأدري إن أنا راح أفقده ما راح أشوفه. كان يعني أنا في أول يوم العيد وما عندي أحد أروح أحبه على راسه ولفه، كان يعني أنا برمضان ما راح أقعد أتفطر ويا أبوي ظهري، كان يعني أنا الحين ما عندي ظهر بهالدنيا، ما عندي ظهر الله يرحمه. كلنا بنكون كان عايش، ما حد عايش للأبد، بس يلا حسن الخاتمة. أمين. كان ودي أشتغل وأعيشه وأعوضه عن اللي شافه بحياته، كان ودي بس. ولا حد بهالدنيا ما راح تيها الكلب على السخرة وبكل اللغات، هذه حال الدنيا. ولا تقولين انت يا عايشة مقصرة مع أبوك، انت سددتي كل ديونه وقفتي معه، ويكفيك ان انت ريعتي من هم الدين. ابوك الله يرحمه كان يدعي لك انت وجاسم بس، لان عمركم ما زعلتوا ولا غديتوا في شيء،
في القامة والقعدة هو يدعي لكم. ما يريحك إن أبوك راح يجابر ربه وهو فرحان. معلوم من عرفتكم على وجه الدنيا هو ما يخلي فرض بالمسجد كافحة، لا يأذي ولا يجرح ولا يغلط على أحد. كأن حاس قبل يتوفى في آخر أيام في حياته رجع يشتري رضا أمه. على الأقل أنت شفتي عرفتي وعشتي معه، تقدرين تدعي له. أنا ما أقدر حتى أدعي على أبوي ولا أدعي له، عشان أنا ما أدري إذا أبوي كان حي ولا ميت.